قول سميتي وقول نصاب باش ندوزو للمحكمة نتفاهمو. قول سميتي وقول نصاب باش ندوزو للمحكمة نتفاهمو. فرعون راه تيمثل واحد الطبقة كبيرة من المجتمع، وكتجي كتقول لي انا ما رضاش يكون عندي تلميذ بحال هذاك. علاش ما ترضاش يكون عندك هذاك؟ راه النواور ما تي. السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذه الحلقة غندوي لكم على الفوضى اللي نايضة دابا ما بين سيمو لايف وامير راغب. فاللي ما كيعرفش امير راغب كلشي غيكون كيعرفو لانه قديم في الدومين ديال التجاره الالكترونيه والتخربيق ديال الانترنت، ولكن اللي ما غتقدروش تعرفو هو سيمو لايف بحكم انه مشهورش بزاف، ولكن امير راغب هو قبل منه. فسيمو لايف غيكون شويه غيكون واحد الشخصيه حاجه. سيمو لايف وامير راغب كانوا شخصيات مشهوره ديك الساعه، ولكن هما بانوا في واحد الوقيته اللي ما كانش ديك الساعه الانترنت متطور بحال كيف ما دابا. دابا كلشي ولا باغي يربح دابا من الانترنت، كلشي ولا باغي يربح من مواقع التواصل الاجتماعي، فهمتي؟ دابا ولا الانسان كيقلب على واحد مدخول من هاد المواقع ومن هاد الشيء باش انه كيتانسبيرا من الشخصيات كيف ما كنقولوا حنايا، كيتانسبيرا من امين راغب وكيتانسبيرا من سيمو لايف. فسيمو لايف وامين راغب ديك الساعه كانوا واحد الاصدقاء في الوقت ديال 2012 2013. ديك الوقت غادي يقترح سيمو لايف على امين راغب واحد الدوره تكوينيه غادي يديروها هما على طريقه الربح ديك الساعه، والمنخرطين في ديك الدوره. وفاش ديك الوقت امين راغب كانت عنده واحد المدونه ديال المحترفيه، واحد القناه عنده كان عنده بزاف ديال المتتبعين، وغتكون هي الوسيله باش انهم يديروا واحد الاشهار. هما غاديين يديروا واحد الاشهار باش ديك الدوره ديالهم تولي عليها واحد الاقبال. ولكن هنا الغريب في الامر هو ان سيمو لايف دار واحد القضيه، دار واحد الكونت ديالو باش يولي يدوز فلوس. ديك الساعه الناس فاش غيبداو يميزيو الفلوس باش ان تخرج لهم الدوره التكوينيه غادي نعطيو الفلوس، وديك الفلوس ديك كدوز لسيمو لايف. وفاش غادي يقع واحد الخلاف ما بين امير راغب وسيمو لايف، ديك الساعه سيمو لايف غادي يكون انه هز الفلوس، غتكون عنده الفلوس وغيمشي للتايوان. وحق ربي لا عشت وشفت كميه الحقد اللي في بنادم اللي في العالم كامل، وما عمري شفت الكميه ديال الحقد ديال واحد خونا اللي دخل واحد النهار لدارنا وكلا، وواحد النهار اللي دخلت لدارهم وكليت. انا تندير بداكشي اللي كليت اللي قداتو الوالده ديالو، وكندير بالوالد ديالو، وما كنبغيش نعفاتو ونوراك وسميتو تقول اجي نجرو لشي جهه اخرى زوينه يمشي يبني شي حاجه، وغيبقى بيناتهم داك الخلاف. هذه واحد النقطه اللي خلات امير راغب يكون واحد الجزء من الحقد على سيمو لايف، اللي كيف ما كيقول دابا هو ان هاد الشيء ما خدامش كيدير سيمو لايف. فسيمو لايف غيدير واحد العيبه اللي دابا مؤخرا شهرات، هو انه غيجيب واحد المشاهير سميتو واحد سميتو برقل وواحد سميتو فرعون. وهاد الشخصيات هي شخصيات عندها واحد المتبعين مراهقين ديال التيك توك وديال الانستغرام، وغادي يجيبهم باش انه يدير لهم واحد الدوره تكوينيه. هما الاولين فاش غيبدا بهم في الاول، وغدوز واحد المده غادي يقترح على المتبعين ديالو ولا المتتبعين، غيقول لهم عندي واحد 180 شخص باش نديهم لتايوان يتعلموا التجاره الالكترونيه. وهاد النقطه الى افادت الكاس في امير راغب في السمع هاد الشيء، غادي ينوضي بواحد اللايف غيبدا يقول لهم هاد الشيء ما خدامش، وهاد الشيء ما كنصحش به شي واحد. علاش؟ ان الانسان ربما يكون كان باغي يدير شي حاجه باش انه يفيد المجتمع ديالو ويفيد الدراري اللي مساكن حاقدين ومساكن ما عندهمش فلوس ما عندهمش مدخول، غيديرها في المغرب. هادشي دابا كيف ما قال هو في اللايف، هادشي اللي غادي يقول هو، يقول لهم كون كان هادشي منه زعما، كون كانت الفلوس غادي يربحوها ولاد البلاد وكذا، فكون دار هاد اللعيبه ولا الايفينمون دار في المغرب، ما كانش انه دار في واحد البلاصه بعيده باش ان الناس يتعلموا هادشي. نبداو اولا من واحد المنطلق، قالوا وقال واحد القضيه زوينه بزاف، شهاده بعدا شنو هي؟ هي انه هذا السيد هذا دخلتنا، يعني كان طموط الطيب لينا، وكان جا زعما جا عندنا للدار وكل شيء. وهاد الهضره هادي صراحه جاوبات على واحد القضيه كان تيقولها هاد السيد، ماشي ما كانش عشيري هاد السيد، ماشي عشيري، ما تعشرناش انا وياه، حيت انا اللي كنتي تتقول لي هذا. فانتوما شنو الراي ديالكم؟ شنو كيبان لكم؟ واش هذا الشيء اللي قال سيمو لايف؟ انا باش نكون حيادي، انا ما غاديش نجيب عي شي واحد. انا كيبان لي امير راغب هذه القضيه اللي قال لي ان الناس الا كنتي باغي تربح مثلا الفلوس، ولا كنتي مهتم بالفلوس وكذا، مهتم بالفلوس اوليا، ولكن مهتم بولاد البلاد وباش انهم يتعلموا وباش انهم يقولوا واحد الشخصيات اللي مشهوره، فكنظن انا ان المغرب كافي، المغرب موفره في جميع الحلول واي حاجه باش انك تتعلم التجاره الالكترونيه. كي باش نكونوا حياديين، فربما سيمو لايف
كيف ما قال على ان المغرب راه ماشي في واحد الجو ملائم، والانسان باش يتعلم خاص يكون في واحد البيئه اللي كتساعده باش يتعلم. فهذه نقدر نقول انها جانب، وربما هو جانب ايجابي من هذا العيب اللي دار. حنا غنكونوا سالين الفيديو الاصدقاء، ما تنساوش انكم ديروا لايك وتشتركوا معايا فلاشين باش يوصلكم فيديوهات جديده.